السلام عليكم، مرحبا بكم في ديريس دي ناصر غانا. صافي لونتون جو سي لا غالب دور دور بزاف. المهم ايسونسيال انا نعاود نتلاقاو ان شاء الله، انا تلاقينا الو اليوم راح ندير لكم حوت. هذا الحوت سي دو مافرون، جابوه لي النيله تاعي من حجور اسمه خالد الدين. خالد الدين هذايا سي تان كويزيني و ميم طون ستان بيشور. الو من الراعي اللي قال لي اروح تدي شويه حوته و جاب لي. المهم يكثر خيرو و انسان اللي يحب الميتي و ربي يربي يبارك فيه ان شاء الله. المهم اليوم راح نقول لكم ديروا اون ريسيت تاع مافرون سامبل، مالغري ماشي من الطياب تاعنا وكل حاجه، مي بصح هذه سامبل وبنينه ماشي قاد زعما. برك فيها كيلكو زانغريديون لي شوية عندنا الكوري. الكوري ننصحكم تشروه عند ما تشروش عند هادوك لي خلطو لي زيبيس، سورتو لي يتباعو في المارشيات بدا هادوك خاطيهم، باسكو هاداك تيمبورتا لو فري كوري تيمبورتا، مراهمش يخدموه فريمون صحيح صحيح صحيح. عندنا لاصوص صوجا، لاصوص صوجا تقدرو تشرو كاين دي بري من 50 ألف 40 ألف القرعة تاع 300 ملل نورمال. عندنا زيت زيتون، عندنا الخل ولا القارص كيما تحبوا، بيان سور الملح والفلفل كحال هادو دايمين. عندنا الثوم، عندنا لي كاتري بيس اللي كنا هضرنا عليهم ديجا، اللي قلت لكم فيهم قرفه قرنفل جوز طيب وفلفل كحال الحب. هادو كاع حب تحمصو كل وحده وحدها، تريحيو كل وحده وحدها، وبعد تريحيوهم مع بعض كاع يفك يولي عندكم لي كاتري بيس. أولا عندي طوماطيش راكم تشوفو قطعتها اون تي كوب، وعندي الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر، تحبو تزيدو الصفر ماشي مشكل. أيا نتكلو على ربي ونبداو بطريقة التحضير. فوالا دوكا نبداو. الحاجة الأولى لي نديروها نمارينيو البواسون تاعنا، بيان سور البواسون فيدي وكدا. راني درت لو كوري، شوية تاع لاصوص صوجا، عندنا لاي توم، عندي الخل ولا جو سيترون كيما تحبو، عندنا شوفو لي كاتري بيس قسمين ندير هكا اون بانسي برك، باسكو عندكم فيه كاتر ايبيس لي قاصحين قاع يتك في لي زيبيس. عندي بيان سور الملح، والفلفل الكحل، فوالا وهادو توك خلطهم هكايا، يا با ميو كوليتي ناخ يتباع ليك، هاديك تاع سينو ديرو ليكون. لي غون هنايا نقدروا نستعملوهم، لي غون كاين بلاصه نستعملوهم ماشي دايما. ما تنساوش الداخل تانيت، ونخلوهم كيما راهم واحد 15-20 دقيقة. ها لو طون لي بريباري ولا صوص تاع الفلفل تاعنا وطوماطيش. الو دوكا نبداو نبريباريو لي بوافرون تاعنا. فوالا راني سخنت الزيت، نرمي لي بوافرون، الو دوكا لي ما يحبش لو كروكون هذا كوكدا هذيك حاجه وحده اخرى. دوكا حنايا واش نديرو، بيان سور توجور نملحو جوست باش نخليو الفلفل تاعنا يدبال شويه. عباكم الفلفل الخضر هذايا اللي هانديجاس كي ناكلوه هكايا خضر سمايه هكايا، بس اللي هانديجاس الوغ كي نطيبوه يولي ديجاس مليح. دوك حنا واش نديرو، نديرو نفس براسك براسك ماشي كاع لي زيبيس اللي درناهم في لاخر، نديرو شويه تاع الكوري، شويه تاع لاصوص صوجا، وعندنا
بيان سور الملح درناه والفلفل الحار لاسيزونمون. فوالا نخليوها هكايا حتى يدبال. الوغ شوفوا دوكا كيفاش الفلفل هذاك دبال شويه. هنايا واش ندير؟ ندير هذيك لا طوماط الوغ. كاينه ريمارك برك نسيت باش نقولها لكم، بلي كي ديروا لاصوص صوجا ما تكثروش الملح، باسكو كاين لاصوص صوجا اللي مالحه، كاين اللي حلوه، كاين شو تجي ميلاص هكايا. الوغ لا بليبار اللي مالحه. الوغ اتونسيون، دوقوا دوقوا. الوغ نزيدو نخلوها واحد 5 مينوت ولا ونحيوها. هاي لك الطوماطيش تاعنا تلقد روحها شويه، تخلوهاش تطلق روحها كاع ياك. ودوكا نحيوها ونخلوها تبرد. هاد لاصوص تنتكل هكا بارده، باش ولا اللي يحب ياكلها سخونه سخونه، بصح الاصل تاع لاريسات انها تنتكل بارده. الا دوكا شوفوا رايحين نديروا البواسون تاعنا. الو تاخذوا بلاكه تاع الفور وفوقها لو غريل، باسكو اليوم لا غريل، هذه لا غريل سي با لو غريل، لو غريل سي النار اللي تشعل من فوقها. حنا اليوم رايحين نطيبوا، نشعلوا الجريل تاعنا من الفوق ونطلعوا هذه الحوتات هذوما، نطلعوهم في الوسط قريب ماشي قريب ليهم مليح، مي لتحتها في الوسط باش تقيسهم سخانه هذيك من بعيد باش ما ينشفش وما يتحرقش ويطيب جوج جوج ويخلي لي صابور تاعو. الو ناخذوا لي بوسون تاعو هنا ونحطوهم هكايا. بيان سور 10 مينوت ولا نقلبوهم الفرن، نقلبوهم ولتحت تقدروا ديروا هذيك لا ماريناد اللي بقات لتحت في لابلاك، نزيد لها شويه تاع الماء، انفهم شي شويه شويه باش ما تحرقليش برك. وميم طو الماء هذا كي يبدا يتبخر مع لا ماريناد هذيك يزيد يبارفيمي لنا الحوت ديالنا وراح يعطي له مليح. الو نشيل توجد نشيل غير هذيك الاخرى نمشي في صح، والفور يكون شاعل 20 مينوت على الافونس، وتنميوه قلنا سو لو غريل تحت النار اللي تشعل من الفوق. هيا نتلاقاو من بعد ان شاء الله. هاوليك لو بواسون تاعنا مع لي بوافرون. الوغ لي بوافرون تلقوا ان جو الو ريكوبيريتو، هو اللي درتو فوق لي بواسون تشوفو فيهم يبريو. ان شاء الله لا روسات جاتكم سهله، على كل حال سهله ماشي حاجه اللي واعره، ان شاء الله تعجبكم في الفلوكو هذا ما كان ليا سورتو لي بواسون يفو با كي يطيبو بزاف سورتو سو لا غري، شوفو يتحمروا تمتم وكذا، لازم كيما يقولوا تكونوا معاه. نتلاقاو ان شاء الله في دي فيديو واحد اخرين. السلام عليكم.